هذا المغسل هذا اللي كان كيجلب العشرات من النساء، الان ما بقى هنا حتى واحد، ما بقى حتى واحد كيحج لهنايا وكيقوم بالتصبين. الكل كيفضل انه يقوم بالتصبين وغسيل الملابس في البيوت ديالهم. وبات هذا المغسل هذا على شفا جرف نهار من الضياع والاندثار. دائما كاين واحد النضوب، دائما كاين واحد الضياع، الى متى هذا الضياع؟ الماء اساس الحياه، واكثر من 97% من الثروه المائيه اللي موجوده على الارض كتشكلها البحار والمحيطات، اي ان 3% فقط هي اللي كتتواجد على اليابسه، وعلى اساسها قامت الحضاره الانسانيه. وفي هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا كيف كان الانسان ديال بكري كيستغل هذه الثروه هذه بطريقه اللي كتحترم الديمومه والاستدامه ديالها. الماء اساس الحياه، موضوع هذه الحلقه هذه.